كل عروبة وبيت. شعار يرفع الصندوق الكويتي للتنمية. أنا مؤسسة تنموية، صندوق يشتغل في 106 دول. فهل حقق الصندوق شعاره لصالح المواطن العربي؟ فيما بالغ خصصت العراق، وإحنا تابعين بالنسبة للاجئين السوريين حتى بالعراق إحنا مخصصين مبالغ. هل تتدخل السياسة في قراراته؟ حتى الآن الصندوق الكويتي معتمد على ذاته في تمويل المشاريع. وما هي أولوياته في اختيار المشروعات؟ إحنا نوظم مشاريعنا بأي حال من الأحوال، هي مشاريع بالبنية التحتية. ما هي المشروعات التنموية التي يمولها في مصر؟ أنا أقدر أخدم المواطن المصري دون أن يتأثر أكثر بالسنوات القادمة أن أعمل هذا اليوم. ولماذا قرر التوجه لدعم مشروعات تنمية سيناء؟ يجب أن نلتفت التفات كبير إلى سيناء، ليس فقط للتغلب على الهاجس الأمني. كيف يرى الاستثمار في مصر؟ برنامج كبير لدعم مصر خلال المرحلة القادمة حوالي 1500 مليون دولار أيضا. عبد الوهاب البدر رئيس الصندوق الكويتي للتنمية. المشروع اللي حضرتك بتحلم إن تنفذ مشروع ايه وفين؟ في لقاء خاص مع منال السعيد. لقاء خاص مع منال السعيد الخميس 7 مساء على شاشة المحور.